السلام عليكم، معكم فاطمة محجوبي، الحاصلة على أول نقطة في المغرب في شعبة آداب عصرية. كنقرا عند الأستاذ النصري في الفوج ديال بوسيجور. كما كتشوفوا اليوم كاملين حنايا مجموعين باش نحضروا الاحتفال ديال آخر السنة، الاحتفال اللي كيجمع جميع التلاميذ ديال الأستاذ النصري في كازا كاملة. المهم كتشوفوا الأجواء والفرحة الناس والنقاط المتميزه جدا اللي صراحه حنا فخورين بالتلاميذ ديالنا، تلاميذ الادبيين اللي قدروا يحطموا ارقام قياسيه، خصوصا 20 في الفلسفه اللي ماده ماشي سهله، اللي كتحتاج بزاف ديال التعبير وبزاف ديال التحليل، وكما باقي المواد حتى هما العربيه وجميع المواد الحمد لله كاينين نقاط متميزين بزاف. المهم احسن عام داز في حياتي، تجربه استثنائيه ما كتنساش، خصوصا مع الاستاذ ناصر اللي صراحه ولو اننا خدمنا وتقاتلنا ولكن بلا بيه صعيب بزاف انك توصل لواحد الحاجه، حيت بالنسبه لنا ماشي مجرد استاذ، هو الموجه ديالك، هو الصديق، هو الاخ اللي كيعاونك ويشجعك ويساندك. جبت 17.20 ان شاء الله. دفعت لواحد المدرسه الصحافه في الرباط وكنتسناو دابا. وبالنسبه للاختيار الثاني ان شاء الله غادي ندير لافاك ان شاء الله للقانون.